السلام عليكم. طب والمصالح غاد مين بديرها؟ بدي بس اخبي لك ولادك في قاعده الله يخليك فيها. مره تفرعت هذا صغير شفت الصغير معي بين. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم نكمل جروب الخاص بموضوع السيمينار عن او سي دي. صباح الخير دكتورة. جاهزين يا شباب؟ جاهزين يا ان شاء الله. ان شاء الله. معانا غيداء. دكتورة ماني موجودة. كيماء. كيماء موجودة. دانا. اماني. زهية. نعم دكتورة. اللي موجود دلوقتي من هذا الجروب زهية وتيمة وغيداء. أو زهية وغيداء وتيمة. لسه عندي أماني ودانا. دكتورة أماني بتحكي لي ما راح تقدر تقدم. راح أقدم أنا عنها. ما حتقدر إيه؟ ما راح تقدر تقدم الموضوع اليوم. المواضيع إحنا بنلتزم بالمواعيد والجدول المعلن من بداية الفصل، وعلشان الفيرنس والحلال والحرام بتاع ربنا سبحانه وتعالى ما ينفعش إن اللي يقدم واللي يهتم ويقوم بالجزء الخاص بيه زيه زي اللي ما يقول أنا ما أقدرش من غير أسباب ومن غير اعتذار أب ومن غير ترتيب أب. معلش عفوا. يلا جاهزين اللي هيقدمه؟ نعم دكتور. توكلنا على الله. اذا التقديم دلوقتي هيبقى متقسم عليكم انتوا الثلاثه يا بنات، عليكم انتوا الثلاثه. دكتوره دانا راح تدخل تشرح. طيب خلاص يلا يلا. توكلوا على الله. السلام عليكم، يعطيكم العافية. اليوم راح أشرح عن الـ OCD اللي هو الأوبسايف كومبيوتيف ديس أوردر. بالبداية راح أول شيء بالديفينيشن. بيداء ثانية. أوبسايف كومبالسيف ديس أوردر. أوبسايف إحنا لسه متكلمين فيه. الوسواس كومبالسيف القهري. disorder طبعا اللي هي اضطراب. تفضل. اول شيء بالبدايه عن الاضطراب الوسواسي، يتم الوسواس القهري يتم تمثيله بمجموعه متنوعه من الاعراض تشمل عباره عن الافكار وبعض الدوافع والطقوس.
يلا يا غيداء. دكتورة، يتم تمثيل هسه الوسواس القهري المتكرر يسبب ضياع شديد للإنسان، وعن الوسواس أو الإكراهات تستغرق وقت طويل وتداخل بشكل كبير مع الروتين الطبيعي للشخص الدكتورة، بحيث أنه يصير عند الشخص مشاكل في الأداء المهني أو الأنشطة الاجتماعية المعتادة أو العلاقات. تمام. لا لا لا، لسه قايلها دلوقتي حالا في تعريف او في الباك جراوند عن الاوبسيشن والكومبالشن، الفرق بينهم، وانه لحينما تترجم الفكره او تتحول الفكره لسلوك، الشخص مش هيعمل حاجه خالص في حياته غير هذا الاجرام. خلاص، يعني مش اللي هو غسل الايد مرتين ثلاثه زي ما احنا ما بنعمل، لا، ما يفضل ما بيعملش حاجه غير انه بيغسل ايده او بتنظف عينه، مش اي فعل اخر. فهناك تداخل في نظام حياه الشخص، الجانب الوظيفي او في اي وظيفه هو مسؤول عنها مش هيقدر يقوم بيها، لان كل شغله الشاغل هذا اسلوب، ولا حتى على مستوى العلاقات والانشطه الاجتماعيه. يلا يا غداء. دكتوره، هسه يعاني المريض، بص عشان يبقى عندكم معلومه من البدايه، 9 وربع نكون 9 و5 نكون مخلصين، ربع ساعة. إن شاء الله دكتور، إن شاء الله. إن شاء الله، تفضل. هسه يعاني المريض المصاب بالوسواس القهري من هوس، أو بيصير عنده كمان إكراه، أو الاثنين مع بعض. حكينا هسه الهوس عبارة عن وسواس فكرة. يا وسواس يا غيداء. وسواس. وسواس دكتورة. أنت بتقولي هوس. طيب أوكي، الوسواس هو عبارة عن فكرة أو شعور أو إحساس، أو عبارة عن إحساس متكرر. والإكراه حكينا عبارة عن سلوك أو حدث عقلي. هس دكتور، الإكراه نعتبره سلوك واعي ومتكرر، إنه مثل العد أو التحقق، أو إنه نحاول مثل ما حكينا قبل شوي بالمحاضرة، إنه نضل نعيد بالإشي كثير أكثر من مرة لحتى نتأكد. دكتورة، يدرك المريض المصاب بالوسواس القهري العقلانية في الوسواس، وإنه يكون عنده يصير عنده الإكراه والوسواس على أنهما إشي يسبب قلق في النفس، وهم عبارة عن اضطراب حكينا، وهم عبارة عن أي سلوك غير مرغوب فيه. دكتورة، السلايد الثاني الثالث، إنه على الرغم من إمكانية تغيير تنفيذ الفعل القهري في محاولة تقليل القلق المرتبط بالوسواس، إنه دائما ما بنجح في القيام بذلك، مش دائما ينجح. وحكينا إنه قد لا يؤثر الفعل القهري على القلق، يعني دكتورة في إنه مرات بيحاولوا إنه الفعل القهري إنه يقللوا من القلق أو إيش زي هيك. مرات بيصير العكس دكتورة، وبيزداد عندنا القلق. متى بيصير هيك؟ عندما بقى لأنه الشخص بحاول القيام بالإكراه إجباري، يعني بالضبط. وبكمان البروميننت أو الدوميننت كلينيكال برزنتيشن للـ OCD هي الأنكزايتي، لأنه يندرج تحت نيوروزس أو نيوروتيك ديس أوردرز. الـ OCD الاوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر بيندرج او كلاسيفايد على انه وان اوف نيوروتيك ديس اوردر، احدى الاضطرابات العصبيه. والاضطرابات العصبيه بتتسم بان المريض بيكون على بصيره، بلس بتتسم بانه المين كلينيكال بريزنتيشن هي الانكزايتي. دكتور، هسه بالنسبه لل انا ماشيه معاكي في السلايدات صح ولا لا؟ دكتور، سمعنا الابيديمولوجي ورا دكتوره. هسه دكتور، بالنسبه للابيديمولوجي اللي هي الوبائيات اللي OCD علم الوباء، انه الوسواس، حكينا الوسواس القهري هو رابع اكثر الاضطرابات النفسيه شيوعا، وحكينا معدل انتشار مدى الحياه من 2-3% بين البالغين، والذكور بتاثروا اكثر من الاناث. لا، الذكور والاناث يعني على حد سواء، بتاثر نفس الشيء. سام، في المراهقين يتاثر الاولاد اكثر من الفتيات دكتوره. متوسط عمر ظهور المرض هو 20 سنه. هسه الاترج راح تشرحه زهيه. تمام. هلا الكوزز كان بي ديفايدد انتو 3 جروب، بيولوجيكال وبيهيفير اند سايكو سوشيال.
هلا عندنا ثلاث مسببات للوسواس القهري، هي اول شيء نحكي عن العوامل البيولوجيه مثل النيرو ترانسميتر. هلا احنا نحكي عن السيروتونين، الناقلات العصبيه اللي هو السيروتونين. بعض التجارب السريريه اللي تم اجراءها بتحكي انه تنظيم السيروتونين اذا قل عن حده بيعمل عنا مرض الوسواس القهري. تمام، يبقى او اي مواد كيماويه السبب عندي المرتبط بالعامل البيولوجيكال فاكتور، تحديدا الناقلات العصبيه او المواصلات العصبيه، ان في خلل في السيرتونين او السيرتون. تمام، تفضلي. زي ثاني شيء البرين ايمجينج ستاديز انكريز اكتيفيتي ان فرونتال لوبس. سامعيني الدكتوره انت؟ سامعيني؟ تمام معاك يا زي. الو سامعيني؟ ايوه حبيبتي اتفضلي معاك. ايمجينج ستاديز ريزالت على الدماغ. تمام، صار عندنا زياده بالنشاط في اللوبس بالفرونتال لوبس او البيزل الجانجليا. تمام، هدول اذا صار عندنا نشاط فيهم اكتيفيتي زياده بصير عندنا وسواس قهري. هلا عندنا الجينيتيك علم الوراثه، في عندنا الهايجر كونكورنس ريت فور مونوزايجوت توينز ذان فور ديزايجوت توينز. هون بيحكي انه معدل توافق اعلى بيكون بالتوائم الاحاديه الزايجوت مقارنه بالتوائم ثنائيه الزايجوت. تمام، في عندنا سامعيني؟ اتواصلي كملي يا زهي كملي. تمام، في عنا الدراسات على العائلة انه 35% من الأقارب الدرجة الأولى ممكن بتأثروا بمرض الوسواس القهري. هلأ في عنا البيهيفير فاكتور، عنا المحفزات السلوكية. العوامل السلوكية، وفي عنا اللهم صل على سيدنا محمد الاستراتيجيات التجنب. هلا في عنا كمان عوامل نفسيه واجتماعيه. العوامل النفسيه هي عوامل اشخاص معينين من اللي صابهم الوسواس القهري من 15 ل 35% لهم بتبين عليهم هاي الاعراض. يعني المرة. شخصيتهم نفسيها او البيرسوناليتي عليهم. في منهم ما ببين عليهم. هلا السايكو دايناميك السايكولاك فاكتور بنسجن، هاي حكيتها انا دكتوره. هلا مش علي، هلا على الطالب اللي وراي. انا نظريه او العوامل اللي هي مرتبطه بالتحليل النفسي. كل ما تطورت الحالة النفسية عنده كل ما بزيد عنده المرض هذا. ودي ليها علاقة بالمراحل الأولى من حياة الشخص طبقا لعقدة أجيب أو مرحلة ارتباط الطفل بأمه أو بأبوه على حسب السكس. صحيح، في كمان عوامل بيئية هذه كمان خارجة مش مكتوبة، هاي بتنتج من عادات وتصرفات مكتسبة مع الوقت. يعني كل ما زاد التفكير بالشغلة كل ما صارت عنده إشي مكتسب بالوسواس القهري. السلام عليكم، انا تيماء القضاص، انا رابعه كليه التمريض. تفضلي. دكتوره، مثل ما عرفنا انه الوسواس او الابسب هو افكار او دوافع او صور متكرره ومستمره عند الفرد، بتكون هاي الافكار تطفوليه وغير مرغوب فيها. يعني احنا كافراد ما عندنا اي مشاكل، بكون احنا مش محبوب عنا من هذا الشخص المصاب. اما الاكراهات هي بتكون افعال او سلوكيات عقليه بيشعر فيها الفرد انه لازم يعملها بشكل صارم وحازم، يعني بكون فكر متسلط. طبعا الوسواس القهري او الافعال القهريه هي بتختلف بين الافراد، يعني بتختلف من شخص لاخر، مش شرط انه كل شخص يعمل نفس الشيء اللي عمله الفرد الاخر. طبعا لازم نعرف انه في ابعاد واعراض شائعه بتكون عند الاشخاص اللي عندهم وسواس قهري. في ابعاد مثل التنظيف او التناظر،
في أفكار محرمة وفي أذى. التنظيف بيكون في عنده هواجس يعني عن التلوث أو إكراهات التنظيف، أن مثلاً ما بيستخدم مثلاً دورات المياه العامة أو المطاعم، أو أنه مثلاً بيعمل مثل استحمام بساعات كثيرة كل يوم، أو أنه مثلاً يغسل أذيه بشكل متكرر متواصل. التناظر هي بتكون عن هواجس التناظر والتكرار والعد وحساب الإكراهات، أنه مثلا بصير على سبيل المثال الترتيب، أنه يرتب الأشياء على سبيل المثال في المطبخ، يرتب الأشياء بشكل متماثل لحتى ما يعمل إذاء للناس اللي بيحبهم، مثلا ابنه أو أمه أبوه، يعني ما يعملهم أي أذى. تكرار العد مثلا، انه بتصير مثلا يعد الارقام او انه يكرر بعض الكلمات بشكل صامت وبشكل ملحوظ، يعني صوت منخفض او بصمت، يعني مش واضح الكلام له. على سبيل المثال الافكار المحرمه والمحظوره هي بتكون اما وساوس عدوانيه او جنسيه او دينيه، مثلا انه يلجا مثلا انه يكون في عنده فكر معين انه هذا الشخص راح يضرني، انا لازم مثلا اعطيه عنف او اذى لحتى ما يقرب لعندي، او مثلا على سبيل الوساوس الدينيه انه مثلا بيفكر حاله انه هو لازم يصلي اكثر من مره لحتى انه تكون، لحتى هو نفسه يقول انه انا صلاتي مثلا متقنه او انه مثلا مقبوله او من هذا النوع. في طبعا كمان عنا على المستوى الاذى، انه مثلا على سبيل المثال انه يمنع عائلته او ابنائه يخرجوا خارج البيت لحتى ما يصير عندهم اذى، او انه ما ينصابوا الاذى لما يخرجوا. طبعا هذا كلياته بيختلف من شخص لاخر. في محدد اساسي كمان دكتور عشان للامر المرضى الاو سي دي، انه هو البصيره. البصيره عندهم بتكون اما بشكل جيد او عادله، او بصيره ضعيفه، او بس او في عندهم غياب البصيره. هذا كلياته رح أحكي بشكل بسيط، يعني أنه البصيرة الجيدة أو العادلة، إن الفرد بيدرك أنه معتقدات اضطراب الوسواس القهري هي بالتأكيد أو أنها ربما تكون غير صحيحة، أو أنها تكون أو قد لا تكون صحيحة. هاي البصيرة الضعيفة، بيعتقد هون الفرد أنه معتقدات الوسواس القهري هي صحيحة على الأرجح، يعني أنه يعني تقريبا انها صحيحه. اما غياب البصيره، هون بيكون الفرد مقتنع تماما انه هاي الاضطرابات القهريه كامله صحيحه عنده، يعني اي شيء بفكر فيه بتكون صحيحه 100%. شوفي يا تيماء، علشان بس نوضح بالنسبه على مستوى الانسايت، البصيره اللي انت تفضلتي بيها دلوقتي، في العموم بالنسبه للمنتال ديس اوردرز، انا عندي بتنقسم للسايكوزس والنيوروزس، اللي هي الاضطرابات الذهنيه والاضطرابات العصبيه. الاو سي دي بيندرج تحت نيوروزس او نيوروتيك ديس اوردر. الفارق ضمن الفروقات، ضمن عده الفروقات بين السايكوزس وبين النيوروزس او بين السايكوتيك ديس اوردرز والنيوروتيك ديس اوردر، الفارق انه الانسايت عاده، البصيره عاده بتكون طبيعيه او بتكون موجوده، بتكون بريزنت في حالات النيوروتيك ديس اوردر، لكنها بتكون ديستربد في حالات السايكوتيك ديسوردر. يعني المريض بيكون على بصيره في المشكله بتاعته، عاده بيكون محتفظ بالبصيره يعني. تمام دكتوره. طبعا في العديد من الافراد اللي عندهم او سي دي لهم معتقدات مختلفه، بحيث انه بتتضمن عندهم انه هو يعني عنده مسؤوليه كبيره تجاه اي شيء بيفكر فيه. ممكن انه يحس بالكماليه مع عدم التسامح وعدم اليقين، يعني مثلا انه بحس حال انه هو انسان كامل، اذا مثلا حدا اي اخطا اي خطا ما بيسامحه، وهو اصلا مش متيقن انه هذا الشيء اللي بيعمله صحيح 100%. طبعا اللي بيعانوا من الاو سي دي بيكون معاهم مدى الحياه، هو بيكثر اكثر شيوع عند الذكور، وخصوصا اللي كان عندهم وسواس قهري في مرحله الطفوله. طبعا ميزات التشخيص للاو سي دي انه هي هواجس يعني مش محببه او غير ممتعه، بيتم اختبارها على انها طوعيه، يعني اذا يعني تدخلية وغير مرغوب فيها، بيسبب ضائقة وقلق لمعظم الأفراد اللي بيكونوا حواليه. على سبيل المثال أنه مثلا يتأكد من الباب، أنه يعني أغلق الباب أكثر من 20 مرة لحتى يتأكد أنه يعني مقفل جيد أو لا.
دكتورة؟ تفضل. انا ماشية معاك في السلايدات كده مظبوط ولا لا؟ دكتورة بس انا خرجت شوية بسيطة لانه يعني مش كل شيء مشروح يعني كامل. باك جراوند يا تيمة. نعم. طبعا الافراد اللي بيعانوا من الاوسيدي هم بيعانوا من مجموعه من الاستجابات العاطفيه، يعني مثلا يعني بيعبر عن شعور مؤلم بالنقص او انه مش مرتاح للاشياء اللي بيشوفها او بيشعر فيها، وهي بالنسبه له بتكون انها هي الصحيحه تماما 100%. طبعا هم الافراد بتجنبوا الاماكن العامه، انه بحيث يكون في عندهم مخاوف، يعني ما بحبوا انهم العلاقات الاجتماعيه معهم مع الناس، فبتجنبوا يروحوا اي اماكن اجتماعيه او فيها اختلاط مع الناس مثل المطاعم مثل الحدائق المتنزهات زي هيك، ما بحبوا انهم يروحوا لانهم بيخافوا من فكره الاجتماعات او العلاقات الاجتماعيه. طبعا اهم شيء نعرف انه كمان انه المرض الاو سي دي ما بيرجع التاثير مباشره لنماذج معينه مثل انه تعاطي مخدرات او ادويه او انها حاله طبيعيه عامه، هي بتكون اما دوافع او صور متكرره مثل ما حكينا، وبتكون هاي الدوافع غير مرغوب فيها وتطفوليه. دكتور رح أشرح أنا هلأ عن ال دكتور لا مش تريتمنت الدياجنوس ال يعني أنتوا كده مقسمين النقاش عليكم أنتوا الثلاثة، ريداء وزهية وتيمية، صح كده؟ دكتورة في تريتمنت رح يكون على أنا، وكان هذا على أمان رح أشرحه إن شاء الله. يعني أنا ليا في الشرح الفعلي، أنتوا الثلاثة أربعة في تريتمنت على دانا رح تشرحوا بعدين. دانا موجودة؟ موجودة دكتورة. أيوة يا دانا، طيب تفضل. لا دكتورة في هسه عنا تطور مرض الوسواس قبل. تفضلي معاكي يا غيدة، تفضل. دكتورة هسه عنا تطور مرض الوسواس القهري. بالبداية يكون عنا دكتور المرض، البداية يكون مفاجئة، يكون عنا وهيك البداية تكون مفاجأة، حكينا هذا يكون موجود وين؟ في نصف المرضى. العوامل هاي دكتورة موجودة من 50-70% من الحالات. دكتورة هسا غالباً يكون عندنا تأثير لمدة 5-10 سنوات قبل أن يأتي المريض إلى الطبيب النفسي، ويكون هذا الإشي غير متجانس. دكتورة هسا يكون عندنا هسا أنماط معينة من أنماط معينة من تطور المرض الوسواس القهري، بيكون عندنا تلوث، أفكار متطفلة اللي هي عدوانية أو جنسية في الغالب، وما يكون فيها إكراه. بيكون عندنا دكتور تناسق أو الدقة يؤدي للإكراه في بيكون ببطء، وبيكون عندنا دكتور أعراض أخرى مثل الوسواس الديني أو الاكتئاب القهري بيحكوا له. الوسواس الديني يكون المريض بيدقق مثلا في الوضوء في الصلاة إذا صلى منيح أو شيء مثل هيك، بدل الصلاة بالأشياء الدينية. بصراحة عندنا هون بيشرحوا لنا عن الدورة الطويلة، إذا كانت ثابتة أو متقلبة، إنه دورة حياة المريض أو شيء هيك إذا كان مصاب بالوسواس القهري. إذا كان من 20-30% بيكون عند المريض تحسن ملحوظ. إذا كان من 40-50% تحسن معتدل، وإذا كان من 20-40% بيكون عنده تدهور بالدورة. الدكتورة كمان حكينا إنه ثلث المرضى بيكون عندهم اضطراب اكتئابي، ويكون هذا الاضطراب بيكون كتير كبير. وحكينا هسه أغلب الانتحار كتير خطير على جميع مرضى الوسواس القهري بجميع الحالات. يعني في نسب للسويسرا، في بينهم نسب للانتحار. دكتورة. دكتورة هسه الدياجنوستس لمرضى الاو سي دي بيكون عندنا الحالات الطبيه بيكون عنده اضطراب تورين او اضطراب تشنج لا ارادي، اضطرابات اخرى يعني. بيكون عنده صرع جزئي معقد وصدمه الراس، ويكون عنده مضاعفات ما بعد التهاب الدماغ. هسه دكتور اضطراب تورين هو عباره عن اضطراب مثل بحركات تكراريه او اصوات غير مرغوب فيها، اللي هي حركات دي الديفرنشال دياجنوزيس او الديفرنشال دياجنوزيس للاو سي دي، يعني التشخيصات المقارنه اللي هي الاضطرابات او الامراض سواء كانت اورجانيك سواء كانت سايكاتريك اوردر اللي هي بتتشابه في اعراضها مع الاو سي دي.
دكتورة بصراحة بالنسبة للاضطراب تورين حكيت انه عبارة عن اضطراب يمثل بحركات تكرارية او اصوات غير مرغوب فيها، انه لا يمكن السيطرة عليها بسهولة. انه على سبيل المثال انه حكينا انه مريض يرمش بشكل متكرر، او انه بيصير يرفع الكتوف دكتورة الكتفين، او يخرج اصوات غير اعتيادية، او بيصير يطلع كلمات مسيئة، أو كمان دكتور تظهر التشنجات لا إرادية بهذا باضطراب تورين بين سن عامين لسن 15 سنة تقريبا، وكلهم بالمتوسط سن 16 بيصيبوا أكثر إشي. وهون كمان دكتور باضطراب تورين الذكور أكثر احتمال للإصابة بمتلازمة تورين من 3 لـ4 مرات عن الإناث. حسب بالنسبة كمان دكتور عنا بيكون عندنا حكينا حالات طبية، وهون اضطرابات نفسية بيصير عند المريض. غيداء ثانية واحدة لو سمحتي، خلينا بس عشان أنا 9:15 بالضبط عندي محاضرة تانية، نقف عند كده وبكرة إن شاء الله. لا هيك بدي أخلص بس اضطرابات نفسية، يضل عندنا تريتمنت بس. خلاص خليها ما منعت، خليها بكرة تكمليها مع بقية آخر جزئية عندنا المانجمنت إن شاء الله بكرة بأمر الله تعالى. إن شاء الله. تمام. لقاءنا كنا من أهل الدنيا، هتكمل غيداء ودانا وربنا ييسر لهم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم. العافية دكتورة. الله يعافيك. عليكم السلام. في أمان الله وحفظه.